إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين في هذه الحلقة المميزة وهذه التغطية المميزة لنقل أيام الشارقة التراثية في المنطقة الشرقية وبالتحديد في درة الشرق مدينة كلبة. مشاهدينا نذهب إلى أجواء أو فاصل ولنا عودة. ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا، بعدك وبعد الشوق بعيونك الصلاة. ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وأرض الذهب لو قد ما تخسر ذهب بيضل في بترابها ريحة غلا، بيضل في بترابها ريحة غلا، بيضل في بترابها ريحة غلا. يبقى في الجمل العغياب العشاق ارماد البعد مغفيها، الجمر العغياب العشاق ارماد البعد مغفيها. نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها، نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها، نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها. تحرقني الجمرة ومعليك بحملها كرامة عينيك، تحرقني الشمرة ومعليك بحملها كرامة عينيك، بس انحرقت لك ايديك بدمعة عيني بتطفيها. نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها، نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها. يا صفوة عمر المحبوب بيقلك قلبي المتعوب، يا صفوة عمر المحبوب بيقلك قلبي المتعوب. لا تحط الجمرة بقلوب جمرتها منها وفيها، نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها، نهدي من قلب المشتاق بتلمسها وبتوعيها. كنتو بتحبوني لو مهما صار، وطفوني خلوني شاعل بالنار، إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار، إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار. اللي بتحبك يا ناسيها وتاركها الحي، شمس الشوق بتكويها هي وبالفي، شمس الشوق بتكويها هي وبالفي، شمس الشوق بتكويها هي وبالفي. الوردي غير ما تداريها وتسقيها مي، لبتوع الضحكي فيها ولبطع تزرار، إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار، إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار.
ورود لقبلك عطيوني عطر بالسر طيف بالليل زنوني غيمة وبتمر طيف بالليل زنوني غيمة وبتمر طيف بالليل زنوني غيمة وبتمر بس الورد اللي بتكوني من زرارة زر بعمل ما اشتلها عيوني مش حوض الضار إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار إن كنتو بتحبوني لو مهما صار لطفوني خلوني شاعل بالنار على دلعونه وعلى دلعونه اللي بيحب بيبقى قلبه حنونه على دلعونه وعلى دلعونه اللي بيحب بيبقى قلبه حنونه على دلعونه وعلى دلعونه اللي بيحب بيبقى قلبه حنونه يلي فرقتكن على القلب مره وعدتونا كتير وغدتوا بالمره كنا نتحمل لكن هالمرة طولتوا الغيب ما بتلاقونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا بيحب بيبقى قلبه حنونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا بيحب بيبقى قلبه حنونا يلي عالفرقة ما قدرت تنامي يا رفيقة حبي برحلة ايامي لو كنت بعيدي طيفك قدامي وان ما بتكوني قلبي بيكونونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا اللي حد بيبقى قلبه حنونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا بيحب بيبقى قلبه حنونة على الماضي على الماضي النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس وبعد عيوني صهراني على الماضي على الماضي النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس وبعد عيوني صهراني على الماضي على الماضي النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس وبعد عيوني صهراني صهراني قلبي محتار بيسأل عن وعدك وانصار مرقلك من عنا مشوار وشوف الورد عطشان على الماضي على الماضي النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس بعد عيوني سهراني وعلى الماضي على الماضي النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس بعد عيوني سهراني مش غايب شهر وشهرين شايل عندك هاليومين اصحي وردتك من عين وانت من العين التالي على الماني على الماني النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس وبعد عيوني سهراني وعلى الماني على الماني النار بقلبي شعلاني نامت كل عيون الناس وبعد عيوني سهراني بالفعل مشاهدينا أجواء مميزة تشهدها درة الشرق مدينة كلباء وهذه دعوة منا بزيارة أيام الشارقة التراثية بدورتها 19 والاحتفال والاستمتاع بأجمل المرافق والأركان والأنشطة والفعاليات فيها. إذا مشاهدينا ما زلنا في هذه التغطية الحية والمباشرة لننقل لكم أهم الفعاليات المتواجدة في أيام الشارقة التراثية ويسعدنا أيضا أن نرحب بضيفنا الكريم الأخ راشد النهم باحث في التراث. يا مرحبا بك أخ راشد وحياك الله ويانا في هذه التغطية وهذا الحدث الكبير من نوعه في مدينة كلباء. أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على هالاستضافة الطيبة. يعني الأخ راشد من الأخوة اللي دائما متعاونين في الحقيقة معنا ويزودونا بأهم المعلومات المتعلقة بالتراث سواء كانت معلومة فقرات إلى جانب أيضا المتحف اللي ينقل رسالة إلى الأجيال القادمة والأجيال الحالية. فلو نتحدث أيضا عن أهمية أيام الشارقة التراثية لمجتمع دولة الإمارات بالتحديد لإمارة الشارقة والمدن التابعة لها. طبعا في البداية
نشكر صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على تخصيصه سنويا أيام الشارقة التراثية، من كل سنة يعني يخصصوا أيام خاصة بالتراث. طبعا احنا تراثنا لازم نحافظ عليه، صحيح، ولازم نتمسك بتراثنا، نتمسك بأصالتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، صحيح، مثل ما قال الشيخ زايد طيب الله ثراه: من ليس له ماض فليس له حاضر ولا مستقبل. نعم. وطبعا أيام الشارقة التراثية هذه يعني فخر لنا احنا كتراثيين ان التجمع هذا لمدة اسبوع او لمدة 10 أيام، و احياء التراث، احياء الموروث الشعبي. طبعا هذه بالنسبه لنا احنا هذه الايام ايام جميله جدا، نفتخر بهذه الايام الحلوه. نعم جميل بالفعل، ايام مميزه في الحقيقه، ودوركم ايضا مميز في احياء ونقل الموروث الشعبي، المفردات التراثيه، سواء كانت ايضا من مبادراتكم الشخصيه الى جانب المتاحف. متحف راشد النم ايضا متواجد في القريه التراثيه في مدينه كلباء، فلو نتحدث ايضا عن هذا المتحف وما يحتوي. طبعا انا سنويا اكون مشارك في ايام الشارقه التراثيه في مدينه كلباء. المشاركة هذه السنة طبعا بأشياء فخارية قديمة. جميل. يعني ركزنا فقط، أو معهد التراث ركزوا على نقطة معينة، هي الفخاريات القديمة اللي هي طبعا تقريبا من 70 إلى 300 سنة. ما شاء الله. هذه قدرنا نجيبها ونخلوا تكون موجودة في المتحف، أساس الجمهور، أساس الناس، أساس الجميع يشاهد هذه الفخاريات القديمة. نعم. طبعا هذه الفخاريات القديمة مثل ما قلت عمرها من 70 إلى 400 سنة. نعم. وأهمها، أهم المقتنيات التراثية اللي موجودة عندك، هذه اللي موجودة في المعرض عندي. نعم. الحين. نعم. هذه شوفي طال عمرك، أنا شامل جميع الفخاريات القديمة. على سبيل المثال اليحلات القديمة كانت عندنا في دولة الإمارات يسووها في رأس الخيمة. نعم. الشماليين. نعم. يسووها في رأس الخيمة في جبل حقيل، هذه تقريبا الكلام من 200 إلى 300 سنة. طبعا من ضمن الناس اللي كانوا يسووا الفخاريات القديمة رحمة الله عليه راشد الحيمر، الله يرحمه، مشهور في رأس الخيمة يهمور. هذا توفى الله يرحمه، وعقب مسك الشغلة ولده، الحين ولده مريض، الله يشفيه ويعافيه يا رب. آمين. طبعا الشماليين مشهورين بصناعة الفخار القديم في جبل حقيل. صناعة الفخار القديم في جبل حقيل يعتمد على الطينة، الطينة طبعا الطينة الحمراء والطينة السوداء، طينة اليبل، الطينة الحمراء تعتمد على البيئة ومكونات البيئة، البيئة اللي موجودة، البيئة الجبلية. نعم. الطينة الجبلية طبعا الطينة الحمراء والطينة السوداء. طبعا مثل ما قلتي أنت شو الأنواع اللي عندك، عندي مثلا على سبيل المثال اليحلات، عندي الحب، عندي الخرس، عندي الصلاحي، عندي الخابية، عندي الكوز. نعم. عندي حتى المرطبان، عندي حتى إكراز السمن، يعني تقريبا في المعرض الحين في كلبة تقريبا 35 فخارية بأشكال وأنواع مختلفة. نعم. تحدثنا أستاذ راشد يعني عن أهمية أيام الشارقة التراثية ودوره أيضا في نقل الموروث الشعبي والتراثي للأجيال الحالية والقادمة، فلو نتحدث أيضا عن دعم أيام الشارقة التراثية لكم أنتم كمختصين في الجانب التراثي وكباحثين أيضا في المجال التراثي. طبعا شوفي مثل الحين أيام الشارقة التراثية تقربنا احنا حق الجمهور، صحيح، تقرب الجمهور حق الموروث القديم. احنا كأصحاب متاحف، كأصحاب مقتنيات، هذه الأشياء موجودة عندنا، لكن أيام الشارقة التراثية تخلي الجمهور يشوفوا هذه الفخاريات، يشوفوا هذه المقتنيات القديمة، صحيح، يعني مثل ما تقولي أنت طبعا هنا الفئات العمرية، الأطفال، يعني كبار السن، الحريم، البنات، الشباب. طبعا هذا التجمع أو هذه الأيام الشارقة التراثية هي تعريف الجيل الحالي بماضيهم. نعم. كيف كانوا آباهم قديما، كيف كانوا عايشين، طبيعة عملهم. نعم. هذه يعني طبعا أشياء أيام الشارقة التراثية تبرز حق الجمهور وحق الناس
كيف كان الماضي، كيف كانت الحياة قديما، فبالعكس هذا شيء جميل جدا يعني. نعم، وكيف ترى ردة فعل الأطفال يعني خاصة عند زيارة هذا المتحف أو حتى هذا القسم المتواجد في أيام الشارقة التراثية؟ طبعا شوفي هنا الأقسام مختلفة، مثل القسم اللي عندي أنا قبل شوي يوني أطفال يسألوني هذه شو هذه شو، أنا أقول لهم هذه فخارية كم عمرها؟ طبعا إحنا نشرح لهم نعرفهم هذه وين مصنوعة، هذه وين، منو اللي مسوينها، كيف طريقتها، فهم ياخذوا فكرة لو فكرة بسيطة. طبعا مثل ما تقولي أنت في ناس يعرفوا وفي ناس مثل عايشين سابقا عارفين هذه الأشياء، وفي ناس يعني الجيل الحالي ما يعرفوا هذا الشيء. نعم، ما يعرفوا هذه الفخارية كانت تستخدم حق شو، حتى في بنات حتى في حريم معظمهم ما يعرفوا يعني هذه الفخاريات حق شو. مثل المعينة يسألوني أنا المعينة هذه مال شو، صحن فخاري كبير عمره تقريبا 300 سنة، هذا حق شو المعينة؟ المعينة من الاسم تعرف أنه حق العجين، عجين الطحين. صحيح، هذا قديما ما كان عندهم نحاس، ما كان عندهم شيء أساس يعينوا عليه، فكان كله من الطبيعة المحلية. نعم، كله من المدر، كله من الطين استخداماتهم. نعم، ولهذا السبب يعني جهود إمارة الشارقة كبيرة في الحقيقة لدعم هذا الموروث التراثي الشعبي في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها، حتى مسمى هذا الموسم أو هذه النسخة مختلف اللي هو التراث والمستقبل تجيعا للأجيال الحالية. كل شكر لك الأخ راشد النهم، وشكرا على جهودك الدائمة والمستمرة في دعم التراث في المنطقة الشرقية، يعطيك العافية. الله يعافيك العفو، هذا من واجبنا أن نحافظ على التراث ونعلمه حق الأجيال القادمة إن شاء الله. نعم، والآن مشاهدينا كاميرتنا مستمرة لتنقل لنا فعاليات هذه الأيام، دعونا نتابع ولنا عودة. لكم مشاهدينا مجددا، والآن ننتقل لزميلنا محمد النقبي اللي بياخذنا بين أروقة القرية للتعرف على ما تحتويها. الكلمة لك الزميل محمد.
مساء النور زميلتي عاشة في الاستديو، ومساء جميل ومختلف اليوم من القرية التراثية في مدينة كلباء التي تشهد أيام الشارقة التراثية في نسختها 19. هذه أيام الشارقة التراثية التي انطلقت من إمارة الشارقة إلى أن وصلت اليوم إلى مدينة كلباء وانتشارها بين مدن ومناطق إمارة الشارقة حتى تعم الفائدة وتحقق الأهداف في التواصل بين جيل الأجداد والجيل الحالي، وهذا ما أتت فيه هذه العام تحت شعار التراث والمستقبل. ومن هنا مشاهدينا الكرام يسعدني أن أرحب بعاشة سالم الجابري باحثة في التراث، حياك الله ويانا. الله يحييك أستاذ محمد، معك عاشة سالم الجابري، فنانة تشكيلية بداية وباحثة في التراث. طبعا أنا دوري هني في معهد الشارقة للتراث فرع كلباء أن أبرز الجانب التشكيلي في التراث. طبعا هالسنة تناولنا مادة الجص والزخارف اللي موجودة على فن العمارة اللي استخدم فيها هذه المادة. طبعا قبل كانت الفكرة جدا بسيطة وكانت مأخوذة من البيئة المحيطة، كفنان تشكيلي بسيط كانت مواده بسيطة، كان يطلع زخارف جدا بسيطة وسلسة للاستخدام وللعرض. طبعا أنا كفنانة تشكيلية حاضرة، أنا أنقل الفنان التشكيلي سابقا وأسلط الضوء عليه وأعطي يعني أكبر قدر من الاهتمام وأنقل النقلة النوعية اللي صارت للفنان التشكيلي سابقا وفي الحاضر. طبعا الحاضر عندنا المواد تغيرت، عندنا صار الفنان التشكيلي يفكر بأفكار مبتكرة، أفكار خارج الصندوق، أفكار يمكن صعب أن الواحد يفكر فيها. طبعا أنا كفنانة استخدمت في فني الحاضر كفنانة تشكيلية آتية من بيئة جبلية، فأنا استخدمت الصخور. الصخور جدا تعني لي شيء وايد كبير وأنا أحس فيها بالانتماء، فشكلت فكرة في على الصخور ولكن بنمط شو؟ بنمط الدوائر. وبعض الصخور الأخرى استخدمت فيها زخارف، لكن زخارف لا 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 تمد بالتراث بشيء، لكنها شو؟ زخارف نباتية وهندسية مأخوذة من الفن الإسلامي. بما أننا تحدثت عن الزخارف، ألاحظ بعد مشاركتكم اليوم من خلال هذه الزخارف، حدثينا أكثر عنها. طبعاً أنا أعرض مسميات الزخارف. الكل يروح البيوت التراثية ما ينتبه أن في زخارف، ما عيونه يمكن ما تشوف لأنه خلاص يمكن تعود عليها أو يمكن ما تسلط الضوء عليه. فأنا هني أراويكم الزخارف اللي موجودة كمسميات. عندنا البيذامة لأنها أخذت من شجرة اللوز وأوراق البيذام، عندنا شجرة، عندنا زخرفة موزة اللي هي مأخوذة من شجرة الموز، وعندنا زخرفة المباخر اللي مأخوذة من المباخر التراثية القديمة، كذلك زخرفة الشجري المأخوذة من الأشجار التي كانت موجودة في تراث دولة إمارة الأرض. اليوم أيام الشارقة التراثية في نسختها 19 وتحت شعار التراث والمستقبل، كيف ترين نقل هذا الموروث من خلال الزوار اليوم في أيام الشارقة التراثية؟ أيوة، دائما الزوار تجذبهم الأشياء الجديدة، الأشياء اللي لم تعرض من قبل، فكان تسليطي للضوء في هذه السنة كواجب علي أن أنا أنقل لهم أن كان في فنان تشكيلي كان دائما يراودني سؤال أنا أنت ليش موجودة في التراث أنت كفنانة تشكيلية. أنا هني أبرز دور الفنان التشكيلي سابقا والفنان التشكيلي الحاضر والنقلة النوعية اللي صارت بين الماضي والحاضر والمستقبل، نفس اللي نحن نشوفه الحين في إكسبو. ما شاء الله الفنانين التشكيليين قاموا يستخدمون التكنولوجيا في إبراز أعمالهم الفنية. أكثر هناك بعد أشوف الصخور اللي موجودة عندكم من خلال مشاركتكم اليوم في أيام الشارقة. أيوة، هذه الصخور كلها أعمال فنية تخصني أنا. طبعا من وراء كل صخرة، طبعا هذه صخور جبلية مأخوذة من جبال الغيل، وهذه صخرة الصلبوخ. طبعا هي كانوا يستخدمونها في التراث قبل في إشعال النار، لكن أنا استخدمتها استخدام ثاني، استخدمتها في فني، فكانت لكل قطعة فنية لها فكرة ولها جانب فني جدا جميل. فعلا نقطة مهمة ذكرتيها أن الفنان التشكيلي موجود في السابق وموجود في الحاضر. أيوة. كلمة أخيرة توجهنا للمشاهدين. أتمنى أن تزورونا في يوم شارقة التراث وتشوفون كل ركن موجود هنا إلى قيمة وإلى معنى، ونحن موجودين هنا عشان نسلط الضوء على عدة جوانب لنشر الوعي والاستفادة في المجتمع. عاشة الجابري، كل الشكر والتقدير لك، وشاكر وقتك معنا في هذه النقلة المباشرة. العفو أستاذ محمد، لي شرف.
نعم مشاهدينا الكرام، هذه كانت نقلتنا المباشرة من قلب القرية التراثية في مدينة كلباء، والآن عودة لزميل جعاشة في الاستديو. كل الشكر لك الزميل محمد النقبي على هذه الوصلة والفقرة المميزة في الحقيقة، والشكر موصول لضيفتك الكريمة الأستاذة عائشة الجابري اللي أيضا استغلت حبها وشغفها بالفن التشكيلي لدعم التراث، وجعل هذه الرسالة أيضا تصل لأكبر شريحة من المجتمع من ناحية أعمالها الفنية الصخرية مثل ما ذكرت الأستاذة عائشة. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين في هذه النقلة وهذا البث الحي والمباشر لنقلكم فعاليات أيام الشارقة التراثية في درة الشرق مدينة كلباء في دورتها 19 تحت عنوان التراث والمستقبل. إذا مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى خشبة المسرح ولنا عودة. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام تغطيتنا المميزة اليوم لنقل فعاليات أيام الشارقة التراثية في نسختها 19 في درة الشرق مدينة كلباء، وهذه دعوة منا مشاهدينا بزيارة هذا العرس التراثي في مدينة كلباء والاستمتاع بأجمل الأروقة والأركان والأقسام المتواجدة فيه. إذن لقانا إن شاء الله غدا في حلقة قادمة أيضا لنقل لكم هذه الفعاليات، ومع السلامة.